لو الحكاية فيها إن فيديو. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خالد السوتي، اهلا وسهلا بك في صالون فيتو. بدايه يعني الوضع اليمني هو وضع يعني يعيش في حاله من التازم المستمر يعني. لكن في الاخير وما حصل من تصعيد من جانب جماعه الحوثي جعل الانظار في مجملها تتوجه الى اليمن. براي حضرتك وبعد هذا الاتفاق الذي جرى اليمن تذهب الى اين؟ في واقع الأمر اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقع قبل أيام في اليمن، أتوقع يعني من الواضح أنه أخرج اليمن من على شفا حرب أهلية كادت أن تأكل الأخضر واليابس، ولكن حكمة اليمنيين والعقلاء تجلت في الأخير ونتج عن ذلك هذا التوقيع لهذا الاتفاق الذي يعد يعني فيه بادرة حسن نوايا من قبل كافة الأطراف السياسية الفاعلة من أجل حلحلة الأزمة الأخيرة التي نشأت في اليمن، والتي كان أساسها أزمة بين جماعة الحوثيين أنصار الله والحكومة التي أقيلت قبل أيام. لكن نقول هل هذا الاتفاق كفيل بأن يهدئ الأوضاع في اليمن إلى حد كبير يعني أو ماذا؟ يفترض أن يتم تهدئة الأوضاع، والدليل ما يجري الآن في صنعاء أن بعد اشتداد المواجهات في كثير من المواقع خاصة حول العاصمة وداخلها الآن هدأت الأوضاع. هناك بعض الأخبار تقول عن دخول بعض المنازل من قبل جماعة أنصار الله، لكن لا يوجد هناك أي معارك داخل العاصمة، لأنه يعني الحرب الشاملة التي لا قدر الله لو انفجرت كان من الصعب تفادي عواقبها الوخيمة. وبالتالي هذا الاتفاق لابد أنه يعني سيهدئ كثير من الأوضاع لسببين. الأول أنه أن جماعة أنصار الله وهي الذراع السياسي للحوثي قد حققت تقريبا جل مآربها من دخول صنعاء، وهو تحجيم دور الأخوان المسلمين. الجانب الآخر هو أيضا التعامل المعقول لحزب التجمع اليمني الإصلاح الذي لم يصعد في المواجهة مع الـ يعني الإصلاح الذي هم أيضا الذراع السياسي للأخوان المسلمين، لم يصعد في المواجهة العسكرية مع جماعة الحوثي. وبالتالي وصل الجميع إلى اتفاق، أتمنى أن ويتمنى كل اليمنيين وأيضا العرب أن يكون هذا الاتفاق بادرة خير وفتح صفحة جديدة للعمل السياسي في اليمن. لكن هل نقول حالة التشاحن اللي جرت خلال الأيام في اليمن وصل في النهاية إلى استحواذ الحوثيين على أماكن استراتيجية حيوية في العاصمة، هل الحالة دي تدفعنا للقول بأن الحوثيين سيغيرون معادلة أو مشهد السياسي في اليمن من خلال ترتيبة الخريطة السياسية يعني؟ أنا منذ أسابيع تقريبا في حين اندلعت هذه الإشكالية وهذه الأزمة وفي لقاءات صحفية عديدة أو في لقاءات في القنوات الفضائية، أكدت أو توقعت أن هذه الجولة من الأزمة في اليمن لابد أنها ستأتي بخارطة سياسية جديدة في اليمن. نعرف أن اليمن حكمت خلال 60 سنة الماضية بأشكال مختلفة، يعني كان اليمن الجنوبي يحكم عبر النظام الشمولي عبر الحزب الاشتراكي ذو الميول الشيوعية لفترات حتى ما قبل الوحدة اليمنية اللي تحققت في عام 1990، وتوالى يعني كثير من الزعماء على حكم الشطر الجنوبي من اليمن بالكثير أيضا من الأزمات والحروب الأهلية والنزاعات المسلحة.
في الشمال نفس الـ الـ يعني كانت التركيبة مغايرة، حيث كان هناك أسلوب الحكم بشكل عام كان قريب إلى الحكم الـ يعني طريقة الحكم الرأسمالي، يعني في قليل من الانفتاح أكثر مما كان في الجنوب. وحكم بعد الثورة 26 سبتمبر حكم السلال بتحالف اللي هو المشير عبد الله السلال، حكم بتحالف القبائل والعسكريين فيما جاء خلفه القاضي عبد الرحمن الرياني، وحكم إلى حد ما بتحالف مع البعثيين وبعض التيارات القبلية المؤثرة. فيما جاء بعده أيضا الرئيس إبراهيم الحمدي، وحكم أيضا تحالف، ربما يكون تحالف غير معلوم، مع الناصريين، وأيضا حكم فترة، ولكنه ذهب ضحية أنه أراد أن يقضي على القوى القبلية الراديكالية. ثم جاء بعدهم الرئيس علي عبد الله صالح، واستطاع أن يستفيد من الأخطاء من سبقوه، وعمل توليفة سياسية استطاع خلالها من تحقيق سياسة المراضاة حينا لبعض الأطراف أو إهمال بعض الأطراف أحيانا أخرى، واستطاع أن يشكل يعني نظام حكم امتد لأكثر من 33 سنة، فترة قبل الوحدة وما بعد الوحدة في عام 1990. طبعا الآن أنا طبعا قصدت أن أعطي هذه النظرة التاريخية للحكم في اليمن، لكن بعد الآن وبعد أزمات 2011 أو ما تسمى بثورة الربيع العربي، هناك خارطة جديدة في اليمن تشكل، سواء أحيانا على وتيرة عالية وأحيانا ببطء شديد، لكن في النهاية هذه الخارطة لا يمكن أن تقفل دور الحوثيين وجماعة أنصار الله في أن يكون لهم دور فاعل في الحكم في اليمن، لأنهم فرضوا أمر واقع، واستطاعوا أيضا خلال الفترة الماضية أن يعني تتصاعد شعبيتهم، خاصة بعد أن وقفوا إلى جوار المطالب الشعبية بإلغاء الجرعة، وكذلك عزل الحكومة التي وصفها جل اليمنيين بأنها حكومة فاشلة، الحكومة السابقة. لكن الحالة دي برضو فكرة الخريطة فيما يتعلق بالحوثيين من جانب والإصلاح من جانب، يعني نقول هل الحوثيين الآن أخذوا منصب أو مكانة الإصلاح في الخريطة السياسية اليمنية، أو ممكن يكون أن هم في طريقهم لذلك فعلا؟ الوضع متروك للتباحث بالتأكيد، يعني لابد أنهم، لأنه كل القوى الآن بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهذا هو الاسم الشراكة الوطنية، معناها أنه هناك لابد أن تتفاوض كل الأطراف من أجل الخروج باليمن من هذه الأزمة، ومن أجل شراكة وطنية حقيقية في إدارة البلد وفق معايير علمية صحيحة ووفق مبدأ لا غالب ولا مغلوب. بالتأكيد أنه الخارطة السياسية الآن غير واضحة في اليمن، نتيجة أنه هذه الأزمات المتلاحقة، أيضا هناك لجنة خاصة بصياغة الدستور اليمني، وهذه اللجنة هي التي يعني هي التي ينوط بها دور هام للغاية، حيث أنه إقرارها للدستور ومن ثم الاستفتاء عليه هو الذي سيحدد أيضا بشيء من التفصيل الخارطة السياسية بشكل واضح وأساسي. لكن لابد أن يكون هناك إثار سياسي من قبل القوى السياسية، لأنه أعتقد أن كل القوى السياسية في اليمن تعلم أنها على سفينة واحدة، وإما أن تبحر هذه السفينة إلى بر الأمان أو تغرق في بحر الخلافات والأمواج المتلاطمة. بيقول المبعوث الأممي جمال بن عمر وفي حديث معه بالأمس بيقول إن ما جرى من حالة انهيار أمني للقاء الجيش اليمني في العاصمة صنعاء كان مفاجئ، وطرق بقى للمؤرخين أو الساسة تحليل أسفة أو الباحثين تحليل السبب في ذلك. الحقيقة أنا لم يفاجئني هذا الأمر، لم يفاجئني، لأنه الجيش اليمني أصابته مشكلة كبيرة، وهي مشكلة الهيكلة. يعني الهيكلة لم تكن أولا، يقال أن مشكلتنا في اليمن أنه من يأتي يحكم
يريد أن يلغي الإنجازات الحاكم الذي سبقه، وهذه مشكلة حتى في الإعلام يعني، وهذه أعتقد أنها يمكن التغلب عليها في المستقبل. يعني النظام السياسي الذي يأتي يحكم يلغي إنجازات النظام السابق، وهذا يمكن من أهم أسباب المشاكل، من أهم الأسباب والمشاكل المتعلقة بنظم الحكم في اليمن. فكان هناك جيش، وخاصة الحرس الجمهوري في اليمن كان جيش منظم، وكان من 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 وقد صنف منه من أقوى الجيوش العربية. لكن جاءت أزمة 2011، وكان وللأسف الشديد أن هناك أطراف متطرفة في الأخوان المسلمين أو في حزب التجمع المسلمين هم من أصروا على هيكلة الجيش اليمني وإعادة هيكلته وإعادة توزيعه في أكثر من مكان، وفي النهاية وجدوا أن العاصمة أصبحت خالية من جيش ذو عقيدة قتالية، وبالتالي واعتمدوا على مثلا اعتمد التجمع اليمني الإصلاح على تجنيد عدد من افراده في الجيش، وانضووا تحت لواء الفرقه الاولى مدرع، ولكن ليس لديهم الخبرة القتالية ولا العقيدة القتالية ولا الخبرة في قتال الشوارع، ولا ليس لديهم أيضا، وربما كثير منهم ليس لديهم القناعة في أن يرفع البندقية في وجه أخيه. إذن الجانب القبلي كان ليه دور مهم في سقوط أو في هذا نقول التراجع من التحالفات يعني. تحالفات مختلفة، ليست تحالف قبلي فقط، لكنها تحالفات مختلفة. لكن هناك أيضا حديث يدور من خلال دبلوماسيين، وحضرتك طبعا كان ليك باع في العمل الدبلوماسي وكنائب السفير هنا في مصر، بيتحدثوا أن ما جرى كان باتفاق مع رئيس هادي منصور والحوثيين من أجل القضاء على شوكة أو كسر شوكة الإخوان المسلمين، وذلك باتفاقين يعني. البعض يتحدث عن اتفاق مع المملكة السعودية ودولة الإمارات على هذا الأمر، والبعض الآخر يتحدث أن هناك اتفاق مع دولة عمان مع سلطنة عمان، وهذا طبعا بخلفية أو بتوافق مع إيران في هذا الجانب. أنا من الناس أو من الأشخاص الذي لا أؤمن دوما بنظرية المؤامرة، لأنه يعني في واقع الأمر والواضح أنه لا يمكن للرئيس هادي أن يتحالف بهذا الشكل إلى أن يصل فصيل سياسي مسلح إلى العاصمة صنعاء، وأيضا ليس هناك أي فائدة لا للمملكة العربية السعودية ولا للإمارات في هذا الوضع. يعني يقال أن يتردد أنه من أجل القضاء على الأخوان المسلمين، لكن ليس بهذه الطريقة. لا أعتقد أنهم سعوا إلى هذه الطريقة، إنما أعتقد أنه أنصار الله بتبنيهم مطالب شعبية استطاعوا أن يحققوا شعبية كبيرة، واستطاعوا أن يصلوا إلى 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 صنعاء. يعني وصولهم إلى صنعاء برأي حضرتك إن هو بسبب فكرة المطالب الشعبية، وبالتالي وتنظيمهم العالي. لم نجد أحد من أهل صنعاء مثلاً يخرج ليقف ضدهم أو ما إلى ذلك. مزبوط؟ بالتأكيد، لأنه وقوفهم إلى مطالب إلى جانب المطالب الشعبية، بالإضافة إلى تنظيمهم العالي، بالإضافة إلى وجود السلاح معهم، وأيضا وأهم من ذلك كله أنه لديهم العقيدة، لديهم هدف معين يريدوا تحقيقه. أنا لا ألوم والعقلاء إذا لا يمكن أن لوم أنصار الله على بما فعلوا، لأنه في النهاية هم استغلوا ضعف الأطراف الأخرى واستغلوا مواقف معينة في كل الفترات الصراع مع الدولة منذ عام 2004، استغلوا استغلال جيد ونظموا أنفسهم بشكل جيد حتى وصلوا إلى ما هم عليه. لكن الآن يفترض أن يتحولوا إلى العمل السياسي البحت، يعني الابتعاد تماما عن العمل العسكري، طالما وصلوا إلى صنعاء والتحول إلى العمل السياسي البحت، وهو من خلال العمل السياسي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع والاحتكام إلى الانتخابات والعمل مع الناس والعمل على تحقيق مطالب الناس، أعتقد أن الحوثيين سيصلون يعني سيكون لهم شعبية كبيرة. يعني أنا في تصوري أن الحوثي لو نجح في 3 ملفات هامة، وهو ملف الوحدة اليمنية، يعني إذا حافظ الحوثيون على ملف الوحدة اليمنية بأي صيغة كانت، وحافظوا على واستطاعوا أن يقطعوا دابر مخربي الكهرباء وأنابيب النفط، واستطاعوا حلحلة القضية الاقتصادية، هذه 3 ملفات لو نجحوا فيها فإنهم سيكون لهم شعبية كبيرة وسيشاركون مشاركة فعالة في إدارة البلد. برأي حضرتك هل ما جرى في الأيام الأخيرة الماضية كان يمكن أن يطلق عليه مصطلح ثورة؟
أنا من حقيقة أنا لم أطلع، أنا في كثير من الكتابات من عام منذ 2011 ومنذ عن يعني أطلق أنها ثورات الربيع العربي، لم أطلق نهائيا لقب ثورة في بالنسبة لثورات الربيع العربي، ولكن أنا أعتقد أن الثورات ليس بالمسميات لكن بالنتائج. بالنتائج، هل ثورات الربيع العربي أتت بالتغيير إلى الأفضل؟ هل جاءت بأنظمة أفضل؟ هنا السؤال. الثورات أنا ممكن أن نسميها بالنتائج وليس بالتسميات أو بالبروباغندا الإعلامية. متى ما جاءت حركة معينة واستطاعت تغيير النظام إلى الأفضل، وشعر المواطن بأنه تغير حاله إلى الأفضل أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، فإنها ثورة. إذا لم يتغير الحال فإنها لا يمكن أن نطلق عليها.